تعالوا نعرف حكاية ال 100 جنيه اللي في سوق الجمعة اللي الناس كلها مقلوبة عليها، الناس كلها مقلوبة عليها. ده الحرب ب 100 جنيه، 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 ب 100 جنيه أي حاجة، ب 100 جنيه، ب 100 جنيه، ده أرض المية بتاع العلوية، ب 100 جنيه، ب 100 جنيه ونقل، ب 100 جنيه، ب 100 جنيه. إيه هو اللي ب 100؟ ده أرض ال 100 جنيه، ده شكري ينزل ب 100 جنيه أرض عشان العلوية. الحتة ب 100 جنيه، الحتة ب 100، ب 100 ب 150، ب 100 ب 150، ب 100 ب 100، ده العرض الجامد أوي، ده أرض العلوية الجامد أوي، ده ب 100 جنيه يا صاحبي. عرض ال 100 جنيه يا صاحبي، 100 جنيه، 100 جنيه بس، ده عرض ال 100، عرض ال 100، عرض ال 100 عشان اهلاويه. اصحى صلي على النبي، صلي على النبي، العرض جامد قوي، العرض جامد قوي، ب 100 جنيه العريس. فين بدلة العريس؟ فين بدلة العريس؟ العريس عندي، بدلة العريس بكام دي؟ بكام؟ ب 250، ب 250 البدلة، خلي نفسه بنفسه، اللي عايز يتجوز عايز بدلة. اه وريها لنا كده، وريها لنا. ب 250 جنيه، ده بليزر مستورد، بالبنطلون بتاعه، بالقميص بتاعه، طقم كامل ب 250، ده طقم كامل ب 250. قال يا ناس، قال يا ناس، قال يا ناس، قال يا ناس، ابو 500 جنيه. الله، 500 جنيه، ده بكام ده؟ 250 بس، ده بيع ب 250 بس، تخلي الغلابه تنتج. مش معقول، 250 ازاي؟ ده عرض جامد عشان الاهلاويه، عشان الاهلاويه الليله حمرا من امبارح، اللهم صل على النبي عليه، ده الاهلاويه بس يا رجاله، وعامل عرض تاني قميص ب 100 جنيه، تيشيرت ب 100 جنيه، كل الدنيا هنا، كل الدنيا عند الاهلاويه، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الفرحه جامده قوي، الفرحه جامده قوي، الحته ب 100، الحته ب 100، خلي الناس تبصوا، كله اهلاويه صح؟ كله اهلاويه، تمام يا اخويا، يبقى احنا شغالين صح، الزملكاوي ما يجيش عندي، مش هبيعني، انت تبع ايه؟ بتشجع ايه؟ اثيوبيا، اهو بيشجع اثيوبيا، هبيعني برضه. بالسودان يا عم، بالسودان. ايه منين؟ السودان، السودان على العرض. بتشجع مين؟ بتشجع مين؟ امشي مش هبيع لك، امشي مش هبيع لك. شجع الزمالك، الزملكاويه، 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 ورينا البليزر، ورينا البليزر بقى. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل. خلاص بقى سخن، ورينا البليزر. لا 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 لازم تل... اه ورينا البليزر يا باشا. زملكاويه على قدام. الكلام على الكلام على كده، الكلام على كده، بكام بقى؟ قول لي ببلاش الا ربع، ب 250 بس. الاهلاويه زملكاوي مش هبيعني، لو طلعت دهب من جيبك خد فلوس من عند الحاج اهلاوي صريح، اهلاوي صريح، عد يا عم الحاج بالله عليك، انا زمالك، عد الله يبارك لك. الزملكاويه يجوا هنا، عد انت معاك عيال، دي بقى الفرشه بتاعتنا بتاعت الممنوعات. يعني ايه بتاعت الممنوعات؟ انا عايزك تمام كده خمسه بس، خمسة، ده كل الجديد اللي نازل في السوق، دي الفرشة المستوردة. خش معايا، خش معايا، خش مع اخواتك. أهلاوية، أهلاوية، بيا بيا، أهلاوية، الأسعار عاملة إيه؟ المستورد ده بيبدأ من 250، 250 بكام؟ الله على المناطير الجديدة دي، كل الجديد عندي، ده بقى الفشل من الآخر. حلو، فشهم من الاخر. البناطيل دي جامده جدا. اه ده الجديد بقى كله. ده عامل كام ده يا معلم؟ ده بقى البنطلون ده عامل كام؟ ده ب 6 ونص. الاول 150 جنيه في الحته. حلو قوي ده. 1100 و1200 عند الناس اللي بتقعد على النت والناس اللي عندها عروض على النت. اه عندنا هنا بكسب 10 20 وببيع. حلو. 150 جنيه. ده بيتباع ب 1000 جنيه. بيتباع ب 1100 و1200، ده كل الجديد اللي نازل. مكانكم فين في السوق؟ الامير الاصلي، الامير ميري. تعالوا وريني طاب الامير.
وين؟ ورينا. وين؟ علينا واحد كده. قسما بالله عماني ب 1200. 1200 في المحلات. كيلو ملايين. هنا بكام؟ ب 650 جنيه. اوعى اوعى. وممكن اعمل معاك واجب كمان. لا الواجب يتعمل. العيال شقيانة يا عم وليد. عليا الطلاق شقيانين. ايه رايك؟ فشوة حلوة قوي ده. عاش كتير. حلوة قوي الحتة دي. عشان ما حدش يشوف لنا الموديل ده. اه. موديل السنة. انا بتاع الجديد. الله حتة حلوة دي. اللي هيجي عند الكلاني والعسكري مش هيروح عند حد تاني. حلوة قوي الحتة دي. معايا حاجات. حلوة بكام دي؟ لا بس انت دي 350 جنيه دي كل متناول يا باشا. دي 350 جنيه. 350 والواجب بتاعنا فين؟ 300 بس خلي الفاين كده. حلو فتح فتح ورينا. أنا الله انا اللي عمرك ما شفته. ايه الحلاوه يا الله 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 ده مخبيه فين ده؟ يا لطيف ده فين؟ خدك بقى مش لايق. جامد والله والله جامد. احنا بتوع الجريد والله جامد يا جماعه. احنا بتوع الجريد جامده. قلت الكلام على الجريد. الوان بقى حصل حصل حصل. جامد والله العظيم جامد. احلى شباب ربنا يرزقكم. ده كمان ورينا الوان. الله الله الله. وربنا جامد وربنا جامد. ده 350 ده بيبيعوا ب 3.5. 350 يا ابني بتفرجونا على شعارنا ليه؟ الله الله. ايه الالوان دي؟ الراجل المستورد. الراجل المستورد قال لي قول البس يا احمد. الناس بتقول لك فين ده؟ ده بتاع الاهلاويه يا باشا. 350 250 جنيه بس. وربنا جامد والله ببلاش. خدها تربيه من احلى. وربنا جامد اهي. وربنا خامة جامدة. الله لا بقى لا بقى لا بقى. ايه الحلاوة دي؟ دول كام؟ اللي بيموت ده اللي بيموت. الأمير يدير يا بلد. الأمير يدير عند الكلاني يا بلد. النهارده عند الكلاني وعشرة.